يقدم لكم هذا البرنامج برعاية تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام. مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بمدينة طنجة، مرصد رأى النور سنة 2012، قيل أنه سيحمل هم ومسؤولية الدفاع عن المجال البيئي والتراثي لمدينة البوغاز. يأتي هذا في سياق الزحف العمراني الكبير الذي تشهده المساحات الخضراء بالمدينة، وأيضا الضياع والإتلاف الذي يطال العديد من المآثر التاريخية بالمدينة. للحديث عن الموضوع وعن دور المرصد في هذا المجال، أستضيف معي في حلقة اليوم السيد ربيع الخمليشي، رئيس المرصد الوطني لحماية البيئة والمآثر التاريخية. أهلا بك سيدي. شكرا لأخت سهام، وتحية لجميع طاقم زوم ست وإلى جميع مشاهدات ومشاهدي ومتابعي البرنامج. شكرا لك سيدي. جاء تأسيس إذن مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة منذ 2012 كما ذكرت في التقديم. ما هي الإضافة التي جاء بهذا المرصد سواء لمجال البيئي أو لمجال التراث في مدينة شمال عروسة شمال طنجة؟ طبعا هو ملف البيئة والمآثر التاريخية من الملفات الإشكالية على مستوى المدينة كما جاء في المقدمة التي تفضلت بها. فمجال البيئة والمآثر كان مجال مستباح لسنوات طويلة، وكان راكم العديد من الاختلالات والعديد من الأشياء التي تعتبر وصمة عار في جبين المدينة، سواء تعلق الأمر بالرصيد الأثري للمدينة وكذلك بمساحاتها الخضراء وغاباتها. لهذا فالمرصد يعتبر نفسه هو جزء من تجربة المجتمع المدني الذي يترافع ويناضل من أجل إعادة التوازن في تدبير السياسات العمومية لهذا الملف. بطبيعة الحال المرصد ليس فاعل وحيد وليس له وصاية على هذا الملف، ولا يمكن له أن يغير لوحده هذا الواقع الصعب المتراكم، ولكن نحن نشتغل وفق زاوية المجتمع المدني بتعاون مع جميع الأطراف سواء داخل المجتمع المدني سواء المؤسسات المنتخبة سواء المجالس الإدارية من أجل انتهاج سياسات تحترم البيئة وتلتزم بالقانون، وكذلك سواء تعلق الأمر بالبيئة أو بالمآثر التاريخية. طيب، فهو ملفان متلازمان. نعم، ما هي الصلاحيات القانونية التي يتمتع بها المرصد؟ هل يكتفي فقط بمسألة التنديد له قوة اقتراحية وتشاركية لا أكثر، أم أنه بيده سلطة ما للتأثير سواء على المجال البيئي أو يعني التراث؟ هو سلطة المرصد كأي هيئة من هيئات المجتمع المدني، هو سلطته تكمن في قوته على الطرافة وعلى الضغط من أجل تبني سياسات صديقة للبيئة والمآثر. من طبيعة الحال المرصد كهيئة للمجتمع المدني ليس مخولا لتدبير سواء تعلق الأمر بالشق البيئي أو الشق الأثري، لأن هناك مصالح معنية سواء كانت منتخبة سواء مصالح إدارية ذات الصلة. فلا يجب أن نفهم بأن المرصد هو بديل أو يعني تعويض عن المؤسسات القائمة، هو جزء من هيئات المجتمع المدني الذي يناضل ويترافع من أجل دفع متخذي القرار سواء سلطات منتخبة أو سلطات إدارية لاحترام المقتضيات البيئة والتنمية المستدامة واحترام الموروث الأثري. طيب، من المدينة. طيب إذا كان فقط جزء من المجتمع المدني، ما فائدة وجود مرصد إذن طالما أن هناك جمعيات أخرى يعني لها نفس الإمكانيات ولها نفس الصلاحيات أيضا؟ وطبيعة الحال هو العمل داخل المجتمع المدني هو عمل مفتوح، يعني المفروض بأن أي مبادرة لا يمكن إلا أن تكون مبادرة إيجابية ومحمودة. فالأصل في العمل المجتمع المدني هو الحرية وهو الانطلاق. أما نحن كمرصد فنحن نعتقد بأن قيمتنا المضافة هو أنه من طبيعة الحال هناك تراكم للوعي وللدربة وللخبرة التي ركمها المجتمع المدني عبر سنوات طويلة، فتجسدت من خلال توليفة متنوعة ومتكاملة داخل المرصد، وهو تجربة يعني متفردة من حيث أنه لا يضم فقط بين أعضائه فقط خبراء وممثلي جمعيات وهيئات المجتمع المدني، ولكن أعضاء ينتمون إلى تنظيمات سياسية وتنظيمات نقابية والتي صادقت ووقعت على ميثاق حماية البيئة والمآثر التاريخية بالمدينة. وهذه قيمة مضافة التي من خلالها نجحنا في مجموعة من المحطات. أول محطة ممكن أن نعتبرها هو دورية إصدار تقارير حول حالة البيئة والمآثر التاريخية وتطور هذه الحالة. فهذه مسألة مهمة، لأن من المعضلات الأساسية التي كان يعرف هذا الملفان هو غياب المعلومة.
وعدم توثيق المعلومة كذلك. فالمرحلة الأولى هي بداية أننا يجب أن نوثق المعلومة وأن تكون المعلومة متاحة للجميع. يعني دور المرصد هنا فقط التوثيق وإصدار التقارير. أنا حدثتك عن جانب، الجانب الأول هو إصدار المعلومة، هناك جوانب أخرى. طيب غير إصدار المعلومات والتقارير ماذا يفعل؟ هناك جانب طبعا، جانب التكوين، والتكوين هنا نتحدث عن فئتين أساسيتين راهن المرصد على مواكبتهما في عملية، في هذه العملية. هناك فئة طبيعة الحال الشباب من خلال برنامج لتكوين الراصدين بالشباب، وهي مسألة أساسية للتحسيس والتوعية وتملك الأدوات المعرفية اللازمة للتعامل مع قضايا البيئة والمآثر. وكذلك هناك تكوين آخر موجه لنخبة المدينة ولمسؤولين الذين المعنيين باتخاذ القرار في الشق المجالي سواء كان بيئي أو ما أثر آخر من خلال شراكة مع كلية الحقوق. هذا جانب آخر. كذلك هناك الجانب الترافعي، مجموعة من الملفات أصدرنا فيها مواقف واضحة. ولا تنسي كذلك أن انطلاقة المرصد أصلا كانت من ملف السلوقية الذي كان معرضا، يعني منطقة غابة السلوقية التي كانت معرضة للبناء والتي كانت هي نقطة بداية المرصد. فعلى طول هذه السنوات كانت هناك ملفات ترافع فيها المرصد، ابتداء من قصبة غيلان، ابتداء من مغارة هراق التي كانت أيلة السقوط، نادي الفروس، أرض نادي الفروسية، أرض نادي كرة المضرب. هل كل هذه الملفات وجدت حلا أم أنكم فقط اكتفيتم بالتنديد والاستنكار؟ هو الترافع، يعني المجتمع المدني ليس ملزما بالحلول. الذي ملزم بالحلول هو سلطة الوصاية وهي والمجالس المنتخبة. على الأقل دفع باتجاه الحل. طبعا في هذا الإطار أعتقد بأن على الأقل هناك ملفات عرفت نجاح، مثلا ملف السلوقية عرف نجاحه، ملف نادي كرة المضرب كذلك تم حله وتم الاحتفاظ بموقع النادي في مكانه الحالي. بعض المواقع الأثرية كبير دي كاريس وكمغارة هرقل تم إدماجها في مشروع طنجة الكبرى. وهذا طيب سأعود للحديث عن هذه الإنجازات سواء على مستوى التراث المآثر التاريخية بطنجة وأيضا على مستوى البيئي، لكن بداية أريد أن أتحدث عن المرصد قليلا. هل يمكن الحديث عن استقلالية في الأنشطة التي يقوم بها المرصد، طالما أنك ذكرت توجد مجموعة من التنظيمات السياسية أو خليط سياسي موجود داخل المرصد، يعني مجموعة من الأحزاب السياسية سواء حزب الاستقلال، حزب العدالة والتنمية، حزب الاتحاد الاشتراكي وغيرها من الأحزاب، هل يمكن الحديث عن توافق على مستوى العمل داخل المرصد في ظل وجود هذا الهجين السياسي داخله؟ هو قضايا البيئة والمآثر التاريخية لا تحتاج مزايدة ولا تحتاج أن جهة واحدة ممكن أن تعتبر نفسها وصية على هذا الميل. واستقلالية المرصد يضمنها بالضبط هذا التنوع الحاصل داخل المجلس الإداري، فحضور جميع الأحزاب وجميع المركزيات طبعا التي وافقت على توقيع ميثاق حماية البيئة والمآثر التاريخية يضمن هذه الاستقلالية، باعتبار بأن ليس هناك طرف يمكن أن ينفرد بالقرار أو يتوهم أنه قادر على الانفراد بالقرار، فيبقى القرار هو جماعي توافقي بما يراعي أولا وأخيرا مصلحة المدينة. ماذا عن مصادر تمويل المركز؟ مصادر تمويل بطبيعة الحال هو مصادر الدعم العمومية، يعني بشكل أساسي اتفاقية مع الجماعة الحضرية طنجة، وكذلك هناك برنامج للتعاون مع برنامج تدبير حماية البيئة بطنجة والذي كان شريكا لنا في العديد من الأنشطة وكان له فضل في إنجاح العديد منها. مسألة تلقي الدعم من طرف الجماعة الحضرية لمدينة طنجة يراها الكثير أنها ربما قد تشكل قوة ضغط على المرصد وبالتالي عدم الحرية والاستقلالية في إصدار القرارات، طالما أنه يتلقى تمويلا من الجماعة الحضرية التي يراها البعض أنها يعني تستهدف أو يعني لها مآلات سياسية. تمويل الجماعة الحضرية هو حق للجمعيات التي تشتغل في مدينة طنجة وليس هبة من أي طرف. حق وواجب. وبطبيعة الحال المعيار في نهاية المطاف هو مواقف الهيئة التي تتلقى الدعم. إذا كانت هذه الهيئة انزاحت عن مصارها وأخذت بمواقف يعني تحابي بها الجهة المانحة فهذا إشكال، حقيقة إشكال. ولكن إذا حافظت على استقلاليتها، وهذا ما نفهم بأنه هو الدعم، هو دعم يمنح للجمعيات الفاعلة والمشتغلة في الحق المجتمع المدني، وليس هناك من غير المقبول أن يكون هذا الدعم مشروطا ولا أو مقابل مواقف معينة، فهذا مسألة
مرفوضة جملة وتفصيلا، ومواقف المرصد شاهدة على ذلك في العديد من الملفات التي بالرغم من العلاقات، هذه العلاقة مع الجماعة التي تربطنا بها علاقة شراكة يعني أكبر من مجرد دعم، يعني فيه تبادل المعلومات، فيه مجموعة من الأشياء، ولكن هذا لا يمنع أننا في كل مرحلة تقتضي فيه المناسبة عدم الاتفاق أو رفض أو تنديد موقف معين، فلم نتوانى ولن نتوانى مستقبلا في ذلك. هل تتعرضون لضغوط أو قيود من جهات معينة في خلال الأعمال التي تقومون بها؟ هناك ضغوط غير مباشرة من طبيعة الحال كأي عمل، من مجموعة من الأطراف لا تتف... فالجميع يعرف بأن ملف البيئة ليس من الملفات السهلة على مستوى المدينة، فكان المجال هو مجال للتلبح والاسترزاق ومراكمة الثروات بغير وجه حق. من كان يستغل هذا المجال لتراكم ثروات؟ يمكن أن في الواقع شاهد على ما نريد أن نعرف هذه الأطراف حتى نسمي الأسماء بمسمياتها. الأسماء بمسمياتها أنا ليست هذه مسألة تتطلب تدخل سلطة قضائية وتتطلب أشياء، يعني المفروض بأن يكون عن ملف متكامل، أما أن مجرد توصيف ونسمي أشخاص بعينهم فأعتقد بأن المسألة لا تستقيم في هذا المقام. ولكن أنتم تتحملون مسؤولية مرصد، قيل أنه سيحمي البيئة والتراث بطنجة، وبالتالي حينما تسكتون على مثل هذه الأفعال ما دوركم بالتالي؟ يجب التمييز ما بين شقين، ما بين مسألة الماضي ومسألة تراكم مسألة الماضي تدا... يعني نتابع سياسة عفى الله عن مسألة؟ لا، نحن بداية نحن لسنا سلطة التي ممكن أن تقول عفى الله عن مسألة بداية، ونحن منذ بتأسيس المرصد نقول بأن التاريخ لا يرحم وللتاريخ ذاكرة، وبأن ليس هناك شيء يمكن أن يبيض جرائم الماضي. آخرها هو موقفنا من جائزة، عندما أخذت طنجة جائزة أفضل مدينة غابوية أصدرنا بيان، رغم أن الجميع الكثير من الأطراف هلل لها واعتبرها إنجاز. لماذا أنتم رفضتم هذه الجائزة ولم تعترفوا بها؟ اتركني أستكمل عنصر الجواب الأول وأمر معك سبب رفض الجائزة. فقلت بأن موقفنا من كان موقفا يعني خارج الصدر، اعتبرناها بأنها الجائزة هي وصمة عار في جبين المدينة باعتبار بأنها تجير سلسلة من الجرائم. بمعنى مسألة بسيطة، هو أننا نشتغل حاليا على الحاضر، والحاضر يعني ملفات متعددة وكثيرة، لو كانت لنا الإمكانيات والطاقة أننا نفتح ملفات الماضي فلن نتوانى في ذلك، لكننا إلى حدود الساعة ليس لدينا لا الإمكانيات ولا الجهد أن نرجع إلى الثمانينات والتسعينات وما عرفته من خروقات ومن سطو ومن استيلاء على مآثر موقع أثرية، على تدمير غابات بكاملها، البناء وسط مناطق خضراء إلى آخره. هذه ملفات كبرى لكنها تبقى قابلة للفتح، قابلة للتحقيق، ولكن بطريقة علمية منهجية وليس بكلام يعني عمومي وفضفاض سيحاسب عليه المنقلة وليس من قلعنا. من أما نحن طبعا منذ تأسيس المرصد نواكب جميع القضايا الحاصلة في حدود الإمكانية، طبعا أي حدث أي شكاية توصلنا بها، أي تمظهر اختلالات على المستوى المحلي، وإذا نكون حاضرين بمواقفنا وبتدخلاتنا في حدود طبعا ما يخوله لنا القانون وما يخوله لنا طبيعة المرصد باعتباره هيئة للمجتمع المدني. طيب طالما ليست لديكم القدرة على فتح ملفات الثمانينات وسنوات ما قبل يعني حول الاختراقات التي عرفها هذا المجال حاليا، هل تملكون القدرة على ذلك أم أن هناك لوبيات ما تقف حاجزا أمام عمل المرصد؟ هو اللوبيات دائما موجودة ولكنها ليست حاجز، لأننا مسلحين بالإرادة ومسلحين. هل تكفي الإرادة أحيانا ربما قد لا تكفي؟ ما يعوزنا هو الإمكانيات البشرية، الإمكانيات المادية، لأن هذه الملفات ليست سهلة. ممكن أن تتحدثين عن خط معين، ولكن عندما تنكبين على تكوين الملف ستجدين نفسك بأنك أمام مسؤولية ليست بالسهلة. أعطوك مثال فقط، أردنا سألنا مثلا على ساحة تيران، على موقع ساحة تيران، وأردنا القيام بمسطرة الترتيب، طلب ترتيب هذا الموقع، فبمجرد جمع الوثائق المطلوبة من الوكالة الحضارية ومن الكاداستر إلى آخره جهد مضني. بمعنى ليس من السهل تكوين ملف عن حدث أو عن خرق تم في 98، لكنه أمر يجب أن يكون وهو مفتوح، وليس فقط هذا دور المرصد، فأعتقد هذا دور جميع الغيورين على هذه المدينة وعلى المصلحة العامة للمدينة وللوطن بشكل عام. فهذا ملف مفتوح
إن توفرت الإمكانيات له فهو مسألة محمودة ومسألة مرتبطة بالمحاسبة وبالشفافية وبمحاصرة ومحاربة الفساد. طيب توجه للمرصد العديد من الاتهامات من قبيل أنه هناك سيادة منطقة الإقصاء للطاقات الحقوقية داخل المدينة، وأيضا الرهان فقط على الكم وليس على الكيف وعلى الدهور الإعلامي وعلى يعني محاولة إعطاء صورة إيجابية للمرصد، بينما ليس هناك خارطة طريق أو رؤية واضحة للاشتغال. كيف تردون على هذا؟ هذه أحكام قيمة، يعني أحكام قيمة تعني أصحابها بالدرجة الأولى. أما نحن فبالنسبة لنا أن مؤسسة المرصد هي مفتحة للجميع، وليس هناك مؤسسة مثلا طلبت أنها تنخرط في المرصد وتم رفض طلبها، أو طاقة معينة قالت أنا لدي استعداد أن أشتغل في المرصد وتم هذه الحالة لا توجد تماما. بالعكس، هناك مجموعة من المؤسسات ومن الهيئات التي راسلناهم بشكل رسمي من أجل توقيع الميثاق لكنهم رفضوا التوقيع لاعتبارات متعددة. هناك من يصعب عليه العمل في ظل توافقات معينة، وهناك من يعتبر بأنه دوره ينزاح عن دور المرصد، وهذه حرية الأفراد وحرية الهيئات التي لا يمكن أن نقحم أو نعطي لأنفسنا حق إصدار أحكام حولها. اطلعت وأنا أعد لهذه الحلقة على موقع الإلكتروني للمرصد، ووجدت أنه من بين ما ورد حول ورقة تعريفية للمرصد أن المبادرة جعلت منه هدف سهام العديد من الأطراف التي لن يروقها هكذا مشروع. ما المقصود بهؤلاء الأطراف وإلى ما تلمحون؟ طبعا كما سبق أن أجبتك عن هذا التوضيح، هناك مجموعة من الأطراف التي لا يروقها حضور فاعل، لكنك لم تجبني عن حضور المجتمع المدني. هناك طبعا هناك نوع من المسؤولين الذين تعودوا العمل المنفرد بدون ضرورة تقاسم المعلومة أو إطلاع الرأي العام والمجتمع المدني على ما يحصل. فهؤلاء هذه الطينة من المسؤولين دائما تنزعج من وجود إطارات مدنية قوية قادرة على المواكبة والتتبع. هناك طبعا أصحاب المصالح، هناك أصحاب مصالح كبرى الذين يراهنون على مناطق خضراء معينة داخل فضاء المدينة. هناك من له أراضي داخل ملك الغابوي حاليا ويتحين الفرص من أجل بناء مشاريع إلى آخره. هذه كلهم أطراف يعني واضحة ولا أظن أنها تحتاج إلى تبيين، كلها يعني لن يروق لها أن تجد أمامها مؤسسة للترافع والدفاع عن البيئة والمآثر التاريخية. وطبعا هنا أعيد التأكيد بأن المرصد ليس لوحده، هناك جمعيات ركمت عبر سنوات طويلة في ميدان الترافع على مستوى المدينة، فنحن لم ننطلق من الصفر ولسنا يعني أول من نادى بحماية البيئة والمآثر، فنحن نعتبر أنفسنا جزءا من مسار طويل للترافع والدفاع عن المدينة من داخل المجتمع المدني. طيب مؤخرا تم تتويج المرصد بجائزة الدرع الذهبي التي تمنحها المنطقة العربية للمسؤولية الاجتماعية لأفضل المبادرات البيئية في العالم العربي. ما هي المبادرة التي يعني يستحق حولها المرصد هذه الجائزة؟ هو قدرته أولا على تجميع العديد من الفاعلين من مختلف المشاريع حول موضوع واحد وموحد. هذه التجربة ليست بالسهل على المستوى على مستوى الحكام، بمعنى عملية التنسيق هذه ما بين مكونات التي في نهاية المطاف هي التي تدبر الشأن المحلي، الأحزاب السياسية في نهاية المطاف هي المكونة للمجلس الجماعي. فتواجد الأحزاب بجانب المركزية النقابية بجانب فاعلين في المجتمع المدني بجانب خبراء في ميدان البيئة والمآثر هي توليفة وتجربة رائدة على مستوى تحقيق نوع من الالتقائية وتقاطع وجهات نظر فاعلين مختلفين من أجل تلمس طرق عقلانية ورائدة لتدبير ملف البيئة والمآثر التاريخية. هذا يعني الأصل في الأشياء. وطبعا المنتوج كان منتوج كما جئنا في أسئلة سابقة، مجموعة من الأشياء سواء على مستوى إنتاج المعلومة، سواء على مستوى التكوين والتحسيس، سواء على مستوى الندوات والأيام الدراسية أو ترافع في العديد من الملفات، فكلها إنجازات تمت الحمد لله بفضل هذه التوليفة وبفضل هذا الجو من توافق وروح المواطنة السعيد داخل المرصد. بالعودة إلى الحديث حول المجال البيئي، سبق للمرصد أن ندد بما سماه الكارثة البيئية والصحية ناتجة عن دخان المطرح العمومي بمغوغة. أين وصل الملف وهل تم فعلا الاستماع إلى مطالبكم وإلى تمديداتكم؟ طبعا هو ملف مغوغة هو ملف قديم طبعا ابتداء قبل تكوين المرصد.
لكن أضراره هي في تصاعد مستمر. فآخر المراحل أنه تم بالفعل تم قرار ترحيل المطرح العمومي، وتم كذلك خلق مجموعة من الجماعات لتدبير مطرح جديد. فبمعنى بأننا نطالب بالتأجيل، ربما قرار تم اتخاذه نهائيا، لكن بقيت مسألة النقل الفعلي، فهي مسألة أولا تتطلب سرعة لرفع الضرر عن ساكنة مغوغة وعموم طنجة. كذلك كان هناك الخوف من تمادي البناء على مستوى الأراضي المطرح العمومي الحالي، ولكن تم كذلك من خلال المجلس الجماعي قرار بنزع ملكية جميع الأراضي، لأن هناك أراضي خاصة داخل المطرح، وهذه مسألة سجلناها، هذه مسألة إيجابية جدا. بقت مسألة أن المطرح الجديد لدينا تخوفات كثيرة ولدينا تجارب أليمة في هذا الإطار، ونحن نتطلع بأن يراعي مقتضيات حماية البيئة والتنمية المستدامة كما هي في القانون، وعدم إعادة إنتاج نفس الكارثة في موقع آخر، فهذا أمر مرفوض. يعني المسألة فقط تنتظر مسألة يعني تحويل مقر. طيب، بالعودة إلى الحديث عن طنجة، مشروع طنجة الكبرى، هناك مجموعة من المشاريع التي تم تفعيلها على أرض الواقع، لكن على مستوى المساحات الخضراء، ما موقع مساحة الخضراء ضمن هذا المشروع؟ من وجهة نظرنا فنعتقد بأن ليس هناك طفرة في هذا الملف، ونعتبر بأن مشروع طنجة الكبرى فيه أشياء كثيرة إيجابية، لكن على مستوى المناطق الخضراء كنا نطمح إلى ما هو أكبر، خصوصا فيما يتعلق ببعض المواقع المرتبطة بترحيل المرافق الجماعية إلى خارج المدار الحضري إلى موقع جديد، فكان المفروض مراعاة إقامة مساحات خضراء جديدة، خصوصا بالنظر إلى الخصائص الكبير الذي يشهده معدل المساحة الخضراء بالنسبة للفرد على مستوى المدينة. كذلك هناك مناطق أخرى لم يتم إدراجها ضمن المشروع من أجل التأهيل كمناطق خضراء جديدة، فنحن نتطلع إلى مزيد من العناية بهذا الملف، ونعتبر أن مشروع تصميمته الجديد ممكن أن يقدم إجابات مهمة في هذا الصدد. على مستوى ذكرت مساحة المخصصة للفرد بطنجة، الآخر إحصائية تقول أن فقط مترين لكل شخص هنا بطنجة، بينما المعايير العالمية تقول على ما أعتقد 10 أمتار، فهذه ربما يعني صراحة كارثة. والكارثة تصبح أكبر في من لو أخذنا مثلا مقاطعات، كل مقاطعة ففي مقاطعة بني مكادة تهبط إلى أقل من 0.5 بالنسبة للفرد، وهذا معدل يعني كارثي بالمقارنة مع المعدلات الوطنية وليس فقط الدولية. طيب، بخصوص المآثر التاريخية بمدينة طنجة، المدينة تزخر بالعديد من المآثر التاريخية التي يعود يعني ربما تاريخها إلى العصر الحجري، لكن مع الأسف العديد من هذه المآثر تعرضت للإتلاف والضياع، والبعض منها أضحى مجرد يعني مرتع للمنحرفين وللسكارى وغيرها. ما الذي يقوم به المرصد لحماية ما تبقى من الذاكرة التاريخية لعروس شمال؟ في الحقيقة هذا ملف يعني ضخم جدا، لأن مدينة طنجة تختزل مجمل تاريخ المغرب، فيها مآثر تنتمي إلى مختلف الحقب والعصور، لكن بحجم هذا الغناء هناك إهمال كبير لهذا الموروث. فنحن طبعا حاولنا مرارا مواكبة مجهود، لأن هناك مجهودات سابقة، سواء بعض الإدارات كمفتشية المباني الأثرية، كوزارة الثقافة، كالوكالة الحضارية، التي يعني لديها مصنفات كاملة حول مآثر المدينة. ما يحتاجه الأمر الحالي في المرحلة الحالية هو تفعيل توصيات وتفعيل قرارات وتهيئة هذه المجالات. طبعا كنا نطمح في طنجة الكبرى التي أخذت على عاتقها تأهيل 3 مواقع أساسية، هي مغارة هرقل وبيرديكاريس وفيلاريس، ولكن المأمول هو أن تكون هناك نظرة مندمجة لمجمل هذا الموروث وليس فقط هذه المواقع. هناك بعض المبادرات الإيجابية كترميم جزء من حائط المدينة القديمة، ولكن هذا يبقى غير كافي، ونحن طالبنا ونزلنا نطالب بضرورة تأهيل وضرورة وضع خطة مندمجة وشاملة لتأهيل مختلف المواقع الأثرية بالمدينة. كيف تفسرون عدم تصنيف طنجة لحد الآن كتراث إنساني، وعدم تصنيف أيضا العديد من المواقع الأثرية هنا؟ هل المسألة تعود لضعف على مستوى التعريف بالمدينة والترويج لها سواء محليا وعلى الخصوص على المستوى الخارجي، أم لإشكاليات أخرى أنتم قد تكون أدلى بها؟
هو كل من هذه العناصر كلها لم تمكن من تصنيف طنجة كتراث دولي. هناك طبعا مؤسسات تطالب بهذا التصنيف، اليونسكو بطنجة تطالب بهذا منذ زمن طويل، ونحن تبنينا هذه المسألة وقلنا بأن هي مبادرة يجب تكريسها. هذا يحتاج إلى طبعا مواكبة من طرف المجلس الجامعي ومن طرف السلطات الولائية من أجل أن تعرف طريقها إلى الوجود. أظن أن لا يزال هناك مجهود كبير على هذه الاختلالات التي تحدثنا عنها، هي سبب تأخر طبعا في عدم تصنيف طنجة كتراث إنساني. يعني المانع بالدرجة الأساس هو الضعف، هو المقاومات الذاتية وليس العناصر الخارجية. الشق الذاتي هو الذي يعقل أو يؤخر عملية إدراج طنجة كتراث عالمي، رغم أنها تستحق باعتبارها من أقدم المدن على المستوى الوطني. طيب ما الذي يقوم به المرصد في هذا الاتجاه؟ هل لكم مثلا أنشطة خاصة على المستوى خارج المغرب للتعريف بالتراث الموجود بالمغرب على العموم وخاصة بطنجة؟ نحن في جميع المناسبات نحاول التعريف بهذا التراث بأهميته وبتنوعه. آخر محطات كانت هي مشاركتنا في مدينة دبي، فكان هناك عرض حول المرصد، ولكن كذلك عرض حول مدينة طنجة بمقوماتها بتاريخها العريق إلى آخره. فهذا مجهود مشترك المفروض أنه يكون مفتوح لجميع هيئات المجتمع المدني وليس حكرا أو واجبا فقط على المرصد. هل المرصد منفتح مثلا على شراكات مع مؤسسة أجنبية تنشط أيضا في نفس المجال، المجال البيئي والمجال التراثي على المستوى العالمي؟ نحن ما يهمنا في بالأساس هو المستوى المحلي والمستوى الوطني، ولكن إذا صادف أن تقاطعت برامج مشتركة أو إمكانية العمل على ملفات متقاطعة فطبعا قوانين الأساسية تسمح لنا بهكذا شراكات. يعني المسألة يعني ممكنة بطبيعة الحال. طيب بخصوص الأنشطة التي يرتقى بالقيام بها مستقبلا على مستوى المرصد، هل هناك من خطط جديدة، من استراتيجيات، من شراكات في هذا المجال؟ نحن اليوم بصدد طبعا التحضير للفوج الثالث للراصدين بإن الشباب، هذه المسألة الأساسية. كذلك هناك نحضر، قمنا بدراسة مستفيضة حول مشروع تصميمته الجديد لمدينة طنجة، وننتظر يعني مراحل مقبلة على المستوى الإداري لكي ننظم يوما دراسيا يكون مفتوح للجميع، لأن مسألة تصميمته كانت تدار في السابق يعني في غياب المعلومة وإلى آخر لحظة، فالساكنة المفروض أن تتابع عن كثب، وربما هذا من أدوار أساسية للمرصد أنه إتاحة المجال للنقاش ولتقديم اقتراحات، فهذه هي أقرب المحطات التي سنشتغل عليها بالإضافة إلى الدينامية الوطنية حول التغيرات المناخية، فنحن نشتغل بمعية جمعيات وطنية. لم يتبقى الكثير من الوقت، أريد منك فقط رسالة لكل من يهمه الأمر، خاصة لمن يعني يجرؤ على المس بتراث طنجة وأيضا الزحف على مستوى المساحة الخضراء بالمدينة. هل لكم رسالة أو كلمة يمكن أن توجهونا في هذا الصدد؟ أقول بأن يجب أن يعي الجميع بأن منطق التعامل مع المجال لم يعد منطق الماضي. لا السياسات الوطنية، لا الالتزامات الوطنية، ولا الدستور الجديد، ولا الأدوار الجديدة لمختلف المصالح يسمح بإعادة تكرار مآسي الماضي. تعرضت طنجة لتدمير ولاجتثاث العديد من المناطق الخضراء، لتدمير ونهب العديد من المواقع التاريخية. فأقول بأن حان الوقت بأن الجميع أن يحترم القانون وأن يراعي المصلحة العامة أكثر من المصلحة الخاصة. لكن ربما المعني بالرسالة ليس هم أصحاب المصالح ومن لديه نوايا سيئة، بل بالعكس الرسالة يجب أن تصل إلى ساكنة طنجة بأن بدون ساكنة، بدون وعيهم، بدون مواكبتهم، بدون يقظتهم، بدون قدرتهم على التمييز، بدون قدرتهم على النضال، لا يمكن توسم مستقبل أفضل للمدينة. شكرا لك سيدي، أرجو أن تصل رسالتك. سيد ربيع الخمليش، رئيس مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بمدينة طنجة، شكرا لك على قبول الدعوة، كما أشكركم أيضا المشاهدين. إلى اللقاء.